كات 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. كندير واحد مجموعة ديال الفيديوهات ماشي اللي كندير فيها مقترحات وانتقادات بناءة على أكادير، الشأن المحلي، تسيير الشأن المحلي في المدينة ديالنا أكادير. كل شيء الإدارات اللي درت عليهم هذوك الفيديو كلهم تقبلوها، باستثناء المجلس البلدي اللي تفاجأت بأنه رئيس المجلس البلدي باسم المجلس البلدي كيخرج بشكاية ضدي وكيقول فيها بأنه التشهير الكذوب وغيرها وغيرها وغيرها، ومشى للعدالة، قحم العدالة في واحد شي حاجه اللي هي شان محلي اللي هي سياسيه. وكانت فاجأ باكثر بانه حتى من الحزب دخل على الخط بطريقه غير رسميه، بحيث وصلنا للتهديد، يعني واحد الاشكال اللي ما فهماش ديال الناس كيفاش كيشوفوا التسيير ديال الشان المحلي وكيفاش السياسه ديالهم، يعني ما انا براسي ما فهمتهاش. ولكن نهار 12 مارس راه عندنا القضاء وان شاء الله غادي يقول الكلمه ديالو. الاتهامات هي ماشي هي واهيه، لان حتى امام القضاء انا اللي ثقتي كبيره في القضاء راه غادي يعطي البراءه، لانها ما كانش شي اتهامات ليه هو شخصيه مشيت ليه لحياته الخاصه ولا غيرها. انا تكلمت على التسيير، على الشخصيه العموميه، على رئيس الجماعه كشخصيه عموميه كمنتخب كيسير مدينه. يعني هذاك التسيير عنده كاين تسيير سيء لهاد المدينه، هذه مدينه اكادير، هذاك الشيء عشان انتقدته، ولكن انتقدته بواحد الطريقه بناءه وبمقترحات، ماشي غير انتقدت باش ننتقد. على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.